مرتبط بايه بقى؟ مرتبط كمان لينا كبني ادمين بعقلك الباطن. دايما عقلك الباطن بيخزن كل شيء حواليك لان هو مش فاهم حاجه. انت بتقول مثلا انا هقدر اعمل الحكايه دي، فانت عقلك الباطن خزن خلاص ان انت هتقدر تعمل ده. لكن لو خزنت وقلت ايه، انا مش هقدر اعمل ده، او انا مش قادر، او انا مش هعرف اتصرف، الكلام ده كله بيتخزن بطاقه سلبيه جوه عقلك الباطن. وانت مش حاسس ومش داري، حتى لو الموقف صعب على فكره. بس دايما ادي نفسك الاحساس ودي نفسك المسؤوليه ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك وهتعدي المحنه دي. صح. او انت يعني ربنا هيدي كل واحد يعني هيشيل الحاجه اللي هيقدر يشيلها. ما تخافش يعني انت هتقدر تشيلها، مش هتعدي كده. ايوه صح. لكن برضو من ضمن الحاجات اللي فيها طاقه سلبيه، معلش يا رحمه، ان بيقول لك لو انت تفاديت بقى وعديت كل الطاقه السلبيه وكبتها جواك وقعدت تقول لا خلاص انا مش هقدر اعمل الكلام ده، وقعدت تخزن جواك ده، مع الوقت بتحلم بيه وبيطلع لك من خلال احلامك، لان عقلك مش عارف يفرغ الطاقه السلبيه. صحيح. اللي جوه عقلك الباطن، فدي كارثه اكبر. فاحنا يمكن في الواقع ايه ده يا رؤى؟ اللهم صل على النبي. يمكن اللي انت بتقوله ده يعني يمكن شبهه بالظبط. اتعملت دراسه. لا لا تليفوني. طيب. انت بتخضيني ليه؟ انت بتخضيني ليه؟ انا ممكن اديلك تليفوني لو عايزه. في تليفون اهو. في تليفون يعني تليفوني؟ انت قلت كده؟ لا لا بقول لك خلينا بقى نكمل الدراسه بقى. مش معقوله كده يا جماعه، مش عارفين نقول كلمتين. المهم بعض العلماء او بعض الباحثين في الولايات المتحده الامريكيه الستيتس، عشان انت بتحب الستيتس، عملوا تجربه شبيهه باللي انت قلتها. وطلبوا من المجموعتين حد يكبت مشاعره والتاني لا فرغ واتكلم عادي. فبعد ما ناموا وصحيوا من النوم لقوا الناس اللي كان عندهم كبت، الكبت ده خرج لهم في احلامهم. يا ابني ما هو نفس الكلام اللي قاله فاروق بالظبط. بس انا بقول ان دي دراسه. يعني هو طبعا فاروق كلامه احنا بنتعلم منه. لا يا انما دي دراسه.